ذلك لا عن النبي الصدق الواشم والمستوشم والفعلي المتفلج والنامص والمتنمص. لأنهم ينازعون الله في اختصاص، يغيرون خلق الله، ويخشى أنه يدخل الإنسان في هذا. هل يسمونه تهذيب اللحية وغيره؟ تغيير لخلق الله، لأن الإنسان له صورة في علم الله. كانت العرب تقول عرفت فلانا قبل أن يظهر وجهه. وجهه إيش؟ وجهه ظاهر من حين ولد ولا لا؟ لكن يريدون اللحية يعني. وعرفت فلان بعد أن ظهر وجهه. كون الإنسان إيش؟ يخترع له مظهر في وجهه يخالف فيه الفطرة والخلقة والسنة، يخشى من عواقبها من التغيير لخلق الله. ولذلك إذا زمان واحد سنين طويلة حتى يعجز ما ترتفع يده يقدر يهذب ويخلق ويشذب، بينما اللي يترك لحيته على ما هي عليه ويتعهدها وفق السنة تطلع صورته جميلة ويطلع وقاره وهيبته. واضح؟ هذه من التغيير لخلق الله يخشى. ولهذا يسمى عند أهل العلم المثلة، التمثيل بالشعر من الرجال والنساء. فالنساء تمثل بشعر رؤوسها وكذا، والرجال يمثلون بشعر لحاهم. يخترع له شخصية وصورة مظهر ويحافظ عليها حتى أن لا يذهب مجتمعات الناس الشرعية كالصلاة والعيد وغيره والجمعة أو منتدياتهم الاجتماعية إلا وقد تأكد من ضبط صورته على ما كانت. ولا لا؟ حتى يعجز، وإذا عجز شاب أو هذرة أو شيء تغيرت صورته طلع له صورة ثانية. ولا لا؟ فرق بين إنسان تكون صورته على خلقته ويتولى تحسين على وفق الشرع بالتسريح والدهان والطيب وكذا وكذا كذا، وبين شخص هو يخترع له صورة جعله على مزاجه. يخشى عليه من العقوبة، نطمس وجوهنا فنردها على أدبارها أعوذ بالله، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، لأنهم احتالوا على الله. وهذا احتال على الله. ولهذا ينص علماء الشرع أنه يحرم حلق اللحية ويحرم تهذيب اللحية، يحرم الجز. كل هذه من الأمور المحدثة. فلا يتصرف في اللحية إلا وفق ما جاء به الشرع. نعم أحسن الله. وهذا الالتزام بين أنه عدو متظاهر بالعداوة، ولذلك فصل الله عداوته باجتماع، ولذلك فصل الله أن تعجب يعني أن هذا الشخص يمضي سنين عشرات السنين من حين ظهر وجهه إلى أن يعجز الشيخ وهو محط له صورة هو المخترع. ما هي الصورة اللي خلقها الله عليها قطعا؟ كم يبذل في هذا من وقت، كم يبذل من مال، ثم هذا الإصرار لأنه مظهر خارجي. فهو من التغيير لخلق الله، ما يشك فيه أنه من التغيير لخلق الله. وإن استحسن من استحسن، إن الصورة التي قدرها الله لو تركت الشعر بوجهك على السنة بانت صورتك وأنت ما سمحت لها تبين.
عشرات السنين ما سمحت تظهر حتى عجزت وهذريت. هذا من الغلط البين ومن الجرأة على شيء من حق الله جل وعلا. هذا من جنس التصوير، مو بإنسان يحاسب على التصوير لأنه منهي عنه إلا الحاجة الداعي إلى ذلك، بقدر الحاجة في التوسع فيه ما يجوز. فهذا نفس الشيء، الحلقة والتهذيب وغيره كله من التدخل في خلق الله، لأنك تجعل لك صورة غير ما أراد الله لك، كأنك ما رضيت الصورة التي جعلها الله لك. والصورة التي جعلها الله لك أوقر من اختيارك لنفسك، لأن أوفق بالفطرة الخلقة وأوفق بالشرع، فعلك مخالف للشرع، كأنك معترض على صورتك اللي جعلها الله لك تميزك عن غيرك. صح؟ ولهذا العلماء رحمهم الله فطنوا في الفتاوى، ما يجوز تشذيب الشعر أو تهذيب الشعر أو كذا أو كذا. الوجه شعر الإنسان وهو شعره في جسمه، الله الذي خلقه والله الذي جعل له نظاما، فأنت تخالف النظام الذي جعل الله لك، فأوجب الله قص الشارب أو جزه أو إحفاءه، أمر بأخذ شعر الإبط والعانة مثل الأظافر ومثل غيره، ونهى عن أخذ شعر اللحية بالحلقة والتشريب أو التقصير أو غيره. هاتوا برهانكم أنك لك الحق أنك تفعل، عشان ما يخرج للعبادة العامة مثل الجمعة والعيد الله عاصي، هذا شكر للنعمة وهذا رضا بالشرع؟ لا، خاف من هذا. طبيعة هذا خطيرة، وإن تساهل فيه من تساهل، الحجة في الشرع ما في تصرفات الناس، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يدخل في عموم ما تعهد به الشيطان أن يأمر بني آدم بالتغيير لخلق الله، والتغيير لخلق الله من نقص الشكر، وإذا قال ولا تجد أكثر شاكر، ولا لا يحتاج الإنسان يتنبه مثل هذا، ولا يجاري الناس في أمر يخالف الشرع لو فعل أخص الناس به كأبيه وشيخه وغيره، ما هو حجة. ولما أن الطائف بن عباس رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، كان معاوية هذا يستلم كل أركان الكعبة الأربعة رأيا يعني. فقال له ابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم إلا ركنين، الحجر والركن اليماني. فقال معاوية بالرأي لم يكن شيء من البيت مهجورا. مش رد عليه ابن عباس، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرجع معاوية إلى رأي ابن عباس رضي الله عنه. واضح؟ هذه منقبة لمعاوية رضي الله عنه، هذا من التغيير لخلق الله.
ويخشى أن يكون من عدم الشكر أو قلة الشكر. وإذا جمعت هذا مع قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فإذا سألت أحد وش قضى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في اللحية، وش يقول؟ ما هو بالإعفاء والترك والعناية بها، خلاف ما قضى في الشارب. الشارب القص الجز الإهانة الإحفاء، فكونك تخالف ما قضى الله ورسوله فيها أو في الشارب أو غيره، مثل تطويل الأظافر، مثل ترك شعر العانة، مثل ترك شعر الأبط، ليش الناس يستنكرون هذا ولا يستنكرون؟ فمن اختار غير ما اختار الله له ورسوله يخشى عليه أن يكون ضالا. إن الله تعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وقال إن هذا معصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يرضى لنفسه بالضلال الظاهر، هذا ضلال ظاهر ولا لا؟ وإن زخرفه الناس وزينوه واعتادوه وكذا ما يغير من واقع شيء. الناس لو يشوفون واحد مطول الظافر وقالوا هذا مجنون، ما هو بصحيح ولا لا؟ الناس شافوا أحد تارك شعر بطيه يطول يقولون هذا ما هو بصحيح، ويكرهون ويكرهون مجالسته. حتى وقت النفس في هذه الأشياء أنها ما تترك فوق 40 يوم، والناس يوقتون الآن يشذبون يحلقون ويشذبون لحاهم ويعفون شواربهم، ما يصبرون عليها 40 يوم. حتى في خلف هنا الشرع هنا وهنا هذا ما ينبغي، ويكفي وصف الله عز وجل له بأنه معصية بأنه ضلال، ضلال بين. فهمنا؟ لهم اجتهاد رآه ابن عمر رضي الله عنه وليتهم على مذهب ابن عمر، كان إذا أراد الحرام نسك، هو كل سنة يحج يأخذ ما زاد، وهذا رأي رآه لم يوافق الصحابة رضي الله عنهم عليه، لكنهم كل يوم يأخذونه. له عند النسك مرة في السنة وكذا، كان مع أنه ما لهم حق يستدلون بما يخالف السنة لو كان من الصحابة. لهذا ابن عباس رضي الله عنه قال معاوية رضي الله عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسن، التزم معاوية على طول ما عارض. هذا من مما تعهد به الشيطان من اللغوة بحسبه.